الحمد لله كنهديو هذا الفوز هذا لهذا الجمهور الغفير اللي كيساعدنا من البدايه. الحمد لله في المباراه اللاعبين كانوا رجال، الحمد لله ربي ما خيبناش، والحمد لله كنهدي هذا اللقب هذا لهذا الجمهور الغفيره. الحمد لله الكاس ما خرجش من كازا، ومبروك علينا. شفتوا لعب ضد الاهلي فرقه كبيره، قلنا خصنا ضروري لا كوب تبقى في كازا. انا قلت هذه فوقاش رجعت من بليسور، والحمد لله الله ما خيبناش وعملنا الخدمه. انا لعبت عملت الخدمه للمدرب، خلي نعمل لي ميليو دروا اليوم هيدا ديفوندي على لا لين ونمشي في لي كونتر اتاك، والحمد لله الله سهل علينا. وحنايا اليوم شامبيون دافريك ان شاء الله، دابا جادي جاب مع الدري كامل ثوازيم نجمه هنا. كيفاش كان الجمهور الجديد؟ الجمهور ديالهم جمهور هادي الوداد، جمهور واعر بزاف. شنو نزيدكم هذاك الشيء؟ ديما كنقولها وكنعاودها، هذاك الشيء ما بقاتش جمهور عالمي. سليم الله يعطيك الصحة. كابيتان كابيتانو الله يحفظكم. مبروك يحيى مبروك علينا، مبروك الانتصار، مبروك علينا كاملين اخويا. الحمد لله يعني مبروك علينا هذا الفوز هذا، مبروك على جميع الوداديين، مبروك على جميع المغاربة. الحمد لله يعني كانت مباراة صعبة من فريق اللي كبير، فريق اللي صعب. الحمد لله يعني رجال، الدراري كانوا رجال في المقابلة، شفت كيفاش لنا حتى لآخر دقيقة. مشكورين الجماهير على هذه المسانده وعلى الدعم وعلى الثقه اللي كيعطيونا، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله تكون هذه انطلاقه ديال الحلقه ان شاء الله، ونكملوا في هذا المسار هذا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.